طبعا زي ما قلت لحضراتكم في البدايه يكون معانا واحد من نجوم نادي ارسنال، وبالمناسبه هو حاليا طبعا رئيس الاتحاد الليتواني لكره القدم وعضو الاتحاد الاوروبي توماس دانيلي. برحب بيه طبعا في البدايه على شاشه النادي الاهلي، وبشكره طبعا على وجوده معانا في السادسه. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم. من السعيد، انا سعيد جدا ان اكون معكم. شرف لينا وجودك معانا، وخليني ابدا بملف اليورو. بدايه، ازاي بتشوف تقييمك لبطوله اليورو من حيث كل النواحي، سواء كنت بتكلم على المردود الفني، بتكلم على الشكل اللي ظهرت بيه نسخه يورو 2020 واستضافه 11 مدينه اوروبيه ليها، او كمان على الناحيه الاقتصاديه والمردود الاقتصادي اللي كان بيتوقعه الاتحاد الاوروبي لهذه البطوله؟ حسنا، هذه بطولة استثنائية جدا للموقف الحالي. لدينا موقف خاص جدا عما كان في السنوات السابقة. هذه البطولة تعتبر حدث مميز جدا وخاص جدا بسبب أنها تنظم بشكل خاص من قبل الاتحاد الأوروبي، فلذلك هذا تنظيم مختلف واستضافة مختلفة عما كان في السابق. بداية، من حيث الشكل، هل تتوقع أنه يتغير شكل بطولة اليورو في النسخ اللي جاية؟ هل تلجأوا لتكرار نفس السيناريو اللي شفناه في النسخة الحالية، ولا في تصور مختلف عن النسخة اللي تبعناها؟ طيب، يعني هل تتوقع أن النسخة المقبلة من اليورو 2020 تقام بشكل مختلف عن النسخة اللي احنا تابعناها؟ هل تتوقع استضافة أكثر من مدينة ليها؟ يعني إيه، هل تتوقع زيادة عدد الفرق اللي هتشارك، أو أن احنا نرجع للعدد السابق؟ يعني شكل البطولة المقبلة ممكن يكون إيه، هو الاختلاف بينه وبين النسخة الحالية؟ أعتقد أن نسخة 2024 ستكون مختلفة، ستكون في دولة واحدة في ألمانيا، لذلك لن تكون بنفس الشكل، ستكون مختلفة. ممكن رقم الفرق سيكون بنفس الرقم، لكن ستكون مختلفة عن بطولة 2021. تسمح لي اتكلم معاك في الناحيه او في الشق الاقتصادي للبطوله، لانه حضرتك عارف ان الموسم ده كل انديه العالم عانت بشكل كبير، كره القدم العالميه عانت اقتصاديا بشكل كبير بسبب ظروف كورونا. ورغم كده يمكن سمعنا انه الاتحاد الاوروبي كان بيستهدف تحقيق 2.5 مليار دولار من كعوائد، يعني من وراء بطوله اليورو 2020. هل نجح الاتحاد الاوروبي في ده؟ حسنا، اعتقد ان هذه الظروف الاستثنائيه واليوفا دعم جيدا الكره في كل الدول الاوروبيه وكل الانديه والاتحادات كذلك، ويجب على الاتحاد ايضا ان تدعم الانديه في كل البلاد. فنعتقد أن الدخل والمكاسب التي حدثت من اليورو جيدة جدا لهم. من وجهة نظرك، هل بتعتبر أن البطولة دي كان فيها كتير من المفاجآت، وإيه هي أكتر مفاجأة من وجهة نظرك حصلت في يورو 2020؟ حسنا، هذه البطولة لديها العديد من الظروف الاستثنائية، فكانت صعبة جدا أن تنظم في 11 مدينة، لذلك يوجد في كل بطولة بعض الظروف المتوقعة، لكن حتى الآن الأمر جيد جدا. الحدث مر بطريقة سلسة، ولا يوجد أي مشكلة من جانب الفرق ومن جانب الجماهير، وأعتقد أن الحدث كان رائعا. بمناسبة الجماهير، نجاح الاتحاد الأوروبي في تنظيم البطولة بوجود الجماهير في المدرجات، هل ده يعتبر مقدمة أو بادرة أمل لأنه نشهد عودة الجماهير في مدرجات البطولات الأوروبية المختلفة في الموسم المقبل؟
نعم نعم بالطبع، مؤخرا تم اتخاذ قرار بعودة الجماهير في البريمير ليج وكذلك اليورو، فبالتالي في الموسم المقبل ستكون هذه بداية بالطبع لحضور الجماهير بشكل كامل، وأعتقد أن هذه فرصة جيدة لنا، وأنا سعيد جدا بهذا الأمر أن الفرق تحظى بحضور الجماهير، لأن هذا أمر مختلف. خلينا نتكلم كورة شوية، وهكلمك على مواجهتي قبل نهائي بطولة يورو 2020، إيطاليا أسبانيا دي المباراة المنتظرة النهاردة، والدنمارك وإنجلترا طبعا اللي هتلعب على ملعب ويمبلي بكرة إن شاء الله. من وجهة نظرك وصول الأربع فرق دول كان بالنسبة لك أنت أو في رأيك أنت متوقع من البداية، ولا وصولهم كان مفاجأة بالنسبة لتوماس دانيلي؟ بالطبع مباراة اليوم أول مباراة في قبل النهائي إسبانيا وإيطاليا، إيطاليا لم تخسر منذ 30 مباراة، وكذلك إسبانيا فريق قوي أدوا أداء جيدا منذ بداية البطولة، ليست مباراة سهلة وكذلك ليس الأمر بالمفاجأة، قد توقعنا بالفعل، وكذلك إنجلترا قد توقعنا هذا الأداء ويلعبوا على ملعبهم، فبذلك وصولهم لهذه المرحلة لم يكن مفاجأة، لعبوا سيلعبوا على أرضهم لم تكن مفاجأة، لكن وبالطبع الدنمارك مروا بأحداث صعبة جدا وقصة صعبة جدا ما حدث لإريكسن، أعتقد أن أن هذه المباراة كانت ضد فنلند كانت حدثا صعبا على الفريق الدنماركي، لذلك هل تتوقع أن الدنمارك تكرر مفاجأة 92؟ يعني هو وصولها للدور ده في حد ذاته مفاجأة، لكن هل تتوقع أن المغامرة تكمل وأنه من الممكن أن هم الجيل ده يعيد سيناريو 92 ويفوزوا بالبطولة، ولا تتوقع أن هم يخرجوا على إيد إنجلترا؟ It's a different story. 92. الأمر مختلف جدا عن بطولة 92. الفريق كان مختلف والدورة أو البطولة كانت مختلفة، لكن يظل الأمر لطيفا وجيدا لمنتخب الدنمارك، وأعتقد أن الأمر صعب جدا لمقابلة إنجلترا على أرضها والفوز عليها. النهاردة إيطاليا وأسبانيا، مين الأقرب بالنسبة لك من وجهة نظرك مواجهة بين اثنين من أكبر المنتخبات في أوروبا، والاثنين عندهم تاريخ، الاثنين أبطال عالم، الاثنين بيضموا عدد كبير جدا من النجوم، والاثنين بيقودهم اثنين من أفضل المدربين لويس إنريكي في الماتادور الأسباني ومانسيني في إيطاليا، والاثنين عاملين عروض قوية، مين الأقرب من وجهة نظرك؟ أعتقد كما قلت أن الفريقين فريقين كبيرين جداً. إيطاليا تؤدي بشكل جيد في السنوات الأخيرة، وأيضاً منذ أتى مانشيني، ولويس إنريكي أيضاً مع إسبانيا أدى أداءً جيداً، وكذلك لديه لاعبين من ريال مدريد، فأعتقد وصولهم لقبل النهائي أن هذا الأمر صعب جداً. لا تعرف من يستطيع أن يفوز، لأنهم لديهم خطوة واحدة للنهائي، فأعتقد أن النهائي في نهاية المطاف سيكون بين إنجلترا وإيطاليا. ومين الفريق الأقرب من الفرقتين دول لتحقيق اللقب؟ أعتقد إذا كان النهائي بين إيطاليا وإنجلترا، أعتقد أن إنجلترا ستلعب على أرضها في ويمبلي، فأعتقد أن الأمر أسهل لهم، لكن كما قلت إيطاليا منتخب، إيطاليا أدى بشكل جيد من أول البطولة مع مانشيني خصوصا، والتشكيلة لديه تشكيلة قوية جدا وتؤدي كرة حديثة، فلذلك صعب أن تقول من يفوز باليورو، لكن في النهاية واحد من هذه الفرق الأربعة. طيب خليني أسألك من وجهة نظرك برضو، أنت كنت لاعب في واحد من أكبر أندية أوروبا، مين أفضل لاعب في البطولة من وجهة نظرك، ومين أفضل لاعب صاعد؟
حسنا انا احببت إيتسولا من ايطاليا لانه ادى وانسيني ادى بشكل جيد جدا ادى بطوله رائعه حتى الان بالطبع من الجانب الانجليزي ستيرلينج رحيم ستيرلينج ادى اداء جيدا اعتقد يوجد العديد من اللاعبين الشباب ايضا في هذا اليورو كالفريق البلجيكي لا أتذكر اسمه لكن أعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين الشباب يوجد العديد من اللاعبين المميزين الذين أدوا أداء جيدا وبالنسبة لي حتى الآن سبيناتسولا من إيطاليا أدى بشكل جيد جدا في هذا إذا وصلت إيطاليا وإنجلترا للنهائي هتشجع مين في المباراة النهائية؟ حسنا انا لعبت 12 عاما في ايطاليا بالطبع انا متعاطف مع الجانب الايطالي توماس دانيلي طبعا نجم نادي الارسنال السابق ورئيس الحالي الاتحاد الليتواني لكره القدم بشكرك شكرا جزيلا